هذه الدورة التي نحن الآن بصددها نقدم كل فنان يقدم تجربة بطريقته الخاصة وبأسلوبه الخاص. بالنسبة لي أنا شخصيا أستمر في أعمالي التي أمارسها خاصة تجربة عين الطائر. والشيء أيضا المهم في سيمبوزيوم الأصمغ أن هذا السيمبوزيوم سيتحول إلى هذه الأعمال بالذات أولا ستعلق في ردهات الفنادق سلسلة الأصمغ، إلى جانب سيكون هناك متحف يحوي هذه الأعمال الفنية المتنوعة والمتفاوتة التواريخ والمتفاوتة الأجيال بين جيل الشباب وجيل الفنانين التشكيليين سواء كانوا من الرواد أو سواء كانوا من المحترفين في أنحاء الوطن العربي. هذه النتائج الأعمال هي نوع من الدرس للفنانين شباب اللي راح يشاهدوا فيها تجارب متعددة وتجارب مختلفة، فبالتأكيد لها تأثير على الحركة الشبابية الموجودة في قطر وكيف راح يصير فيها أيضا حوار بصري، نوع من الدرس، نوع من المشاهدة الجديدة. كل فنان بالتأكيد جاي من خلفية ثقافية مختلفة، من بيئة جغرافية أخرى، نتاجه راح يؤسس الى خلينا نسميه نوع من الرؤيه والدراسه للفنانين المبتدئين، الفنانين اللي يحاولون يستفادوا من تجارب الفنانين اللي خلينا نسميه محترفين اللي عندهم تاسيس تاريخ وثقافتهم وتجربتهم. تجربة أتيلي الأصمخ وسمبوزيوم كذلك الأصمخ تجربة مهمة على المستوى العربي، وأعتقد أنها تجربة نادرة وتضفي أهمية كبيرة على المستوى الحضاري والثقافي والفني، وتضيف لمسة حضارية إلى قطر وإلى الفنانين القطريين. وفي الحقيقة نود أن نقدم الشكر إلى القائمين على هذا السمبوزيوم. ديال هاد التسامح اللي تيكون ما بين الشعوب، وهاد التعاون اللي تيكون ما بين الفنانين هو تعاون حتى ما بين الشعوب، لان حنا تنظموا بحال هاد اللقاءات في المغرب، والهدف تيكون ملي تيكون اللقاء دولي تيكون عندنا حتى فنانين من اوروبا، من امريكا، من جميع القارات وجميع الدول بالعالم، وتيكون الهدف هو ان باش يكون ديك التبادل اللغوي العملي.
بشتغل في أغلب الأحيان على الحرف العربي باعتباره عنصر يحمل في طياته الكثير والكثير من الجوانب التعبيرية والفنية، وحاول في كل مرة أن ما يحضر الحرف في لوحتي إنما بتماه معين قدر الإمكان. صعب أن نشتغل دائما بنفس الأسلوب بنفس التقنيات، لأننا شخصيا معتاد على استعمال تقنيات خاصة ومعينة، لكن في داخل هذا المرسم توجد مواد ووسائل أخرى مختلفة لم أتعود عليها عادة، لكن تجريب هذه الوسائل هو بالنسبة لي إضافة جديدة، خاصة بالنسبة للموضوع الذي أشتغل عليه وهو موضوع الذاكرة وموضوع النسيان. في العالم يعني لا ممكن أنها تتطور بدون هذا التبادل المعرفي والبصري اللي بيصير بين الفنانين اللي بيلتقوا تحت سقف واحد وفي مكان واحد بيمارسوا العمل الفني.